بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أي باب؟ سم باب أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين. الثانية الأولى تفسير الآيتين: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تفسير الآيتين أن الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين أنهم سووا المخلوقات بالخالق سبحانه، يشركون ما لا يخلق شيئا أي شيء، كما قال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فهم لا يخلقون شيئا. نعم، يصورون الصور المجسمة والفوتوغرافية التي تحاكي الصورة الحقيقية، لكن لا يقدرون على نفخ الروح فيها، ما يقدرون على أن ينفخوا فيها الروح. هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الثانية قصة أحد. قصة أحد وما جرى فيها على المسلمين من الكفار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار، قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. الله جل وعلا قال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأسلم هؤلاء الكفار وحسن إسلامهم، منهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه، حسن إسلامهم، جاهدوا في سبيل الله. الرسول لا يعلم الغيب، إنما هذا من خصائص الله، فالله يعلم ما سيكون من هؤلاء، وهو قادر على أن يهدي الكفار، ولو حصل منهم ما حصل من المعاندة هو قادر على أن يهديهم. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، أمر لله سبحانه. نعم. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم، قنوت سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ومعه سادات الأمة المهاجرين والأنصار خلفه يؤمنون على قنوته. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. المدعو عليهم كفار وقت الدعاء عليهم، لكن الله يعلم مآلهم وأنهم سيسلمون. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. نعم، حصل منهم أمور ما حصلت من الكفار، ومع هذا من الله عليهم بالإسلام فأسلموا، وغفر الله لهم ما حصل منهم. الرسول لا يعلم هذا، ولهذا جعل يدعو عليهم. نعم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. أنزل الله في ذلك لما قال: اللهم لعن فلانا وفلانا،
لما حصل منهم في وقعة أحد، وفيهم أبو سفيان قائدهم. الله أنكر عليه، قال ليس لك من الأمر شيء، فمن الله عليهم بالإسلام فأسلموا، حسن إسلامه. أبو سفيان أسلم، حسن إسلامه رضي الله عنه. نعم، الهداية بيد الله عز وجل، ومهما حصل من الإنسان من الكفر والذنوب والمعاصي إذا تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، يعني توبوا إليه، لو فمن تاب تاب الله عليه مهما حصل منه. نعم. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. أي نعم، أو يتوب عليهم، هذا فيه رجاء أن الله يتوب عليهم وتاب عليهم سبحانه وتعالى، وإن كان حصل منهم ما حصل. نعم. الثامنة القنوت في النوازل. نعم، يؤخذ من هذا القنوت في النوازل، أنها إذا حصلت نازلة بالمسلمين فإن المسلمين يقنتون في صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة الإمام فإنه يدعو برفع النازلة تفريج عن المسلمين، والمصلون خلفه يؤمنون على دعائه. هذا سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في النوازل خاصة، ما هو دائم يقنت في صلاة الفجر، إنما القنوت دائما في صلاة الفجر. هذا قول للشافعية، الجمهور على خلافه. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فلانا وفلانا بأسمائهم، مع هذا لم تبطل الصلاة. نعم. العاشرة لعن المعين في القنوت. لعن المعين، لأن الرسول لعن أناسا معينين، لعن أناسا معينين، ولعن المعين هذا فيه خلاف بين العلماء، لأنه لا يدرى ما يختم له. فهؤلاء الذين دعا عليهم الرسول ولعنهم تابوا إلى الله وختم لهم بخير. نعم، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. أنه صلى الله عليه وسلم صعد الصفا ونادى يا معشر قريش، ثم نادى عمه العباس، نادى عمته صفية، نادى فاطمة، وقال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا في بطلان الذين يتعلقون على الرسول ويزعمون أنه يعطي الخير وأنه يفرج الكروبات، وأنه الرسول قال لا أغني، قال لأقرب الناس إليه لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، اشتروها من الله بالإيمان والتوبة. نعم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. نعم، جد صلى الله عليه وسلم بالدعوة وتبليغ الدعوة حتى نسبوه إلى الجنون، معلم قالوا معلم مجنون، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يصيبونك بنظراتهم، وهذا فيه إصابة العين وأنها حق، يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر القرآن ويقولون إنه لمجنون، الرسول مجنون عندهم.
نعم، ففيه أن الرسول بالغ في الدعوة حتى وصفوه بالجنون، وهذا مستمر في الناس إلى اليوم وإلى ما بعد، أن الذي يدعو إلى الله ويحذر من الشرك ويحذر من المعاصي والسيئات يوصف بالجنون، أنه متعجل، أنه ملقوف، يتدخل بأمور الناس، أنه نعم. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. اليوم يعني في وقت الشيخ رحمه الله القرن الثاني عشر، ما وقع فيه الناس من الشرك والبدع والمحدثات، فكيف إذا تأخر الزمان، كيف بوقتنا، أنها تتغير الأمور ويفشى الضلال والجهل والشرك بالله، ومع هذا الدعوة مستمرة والطريق محفوظ ولله الحمد إلى أن تقوم الساعة، لا يضرونه شيئا. المشركون بقضهم وقضيضهم وقوتهم وكثرتهم ما استطاعوا أن يقطعوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه واحد وهم أمم، ومع هذا ما استطاعوا أن يقطعوها، بل استمرت وتستمر والحمد لله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، هذا الباب فيه إجلال الله عز وجل، وأنه إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رعدة، يعني من خوفها من الله، وهي جوامد إذا سمعت كلامه سبحانه وتعالى تخشع له، ونحن نقرأ كلام الله ونسمعه ونستغفر الله لا نحرك ساكنا، قلوبنا هي إلا من رحم الله. نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، يعني ما جاء في تفسير هذه الآية الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وهيبته في المخلوقات حتى الجوامد. نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. فزع يعني إذا أزيل عن الفزع، لأن الله إذا تكلم بالوحي فإن الملائكة يصعقون من هيبة الله جل وعلا، ترتجف السماوات وتصعق الملائكة، يعني يصيبهم الغشي، يكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما شاء، فيقولون ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها، لأنهم إذا سمعوا كلام الله، الملائكة إذا سمعت كلام الله فإنهم يصعقون، يعني يصيبهم الغشي من خشية الله وهيبته. نعم. أي زال الفزع عنها
قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة. قالوا الملائكة في السماء يعني. قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية بالكلام حذف يدل عليه الظاهر كأنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم بل هم عبدة مسلمون أبدا يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم والمراد الملائكة يعني فالذين تعلقون على الملائكة ويدعونهم من دون الله ويدعون الأنبياء والأولياء والصالحين هؤلاء صرفوا العبادة لغير الله لغير مستحقها صرفوها لعباد مثلهم صرفوها لمخلوقين مثلهم. هذا من العجائب أن مخلوقا يستنجد بمخلوق ضعيف يستنجد بضعيف ولا يستغيثون بالله القوي العزيز لا يستغيثون بالواحد الأحد الفرد الصمد. والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه. قال ابن كثير وقول ابن جرير أنهم الملائكة إذا فزع عن قلوبهم يعني الملائكة أنه الحق الذي لا مرية فيه. قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان أصح تفسير بعد تفسير ابن جرير هو تفسير ابن كثير رحمه الله. وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة. نعم أبو حيان من المفسرين أندلسي من علماء الأندلس وهو له تفسير في القرآن مشهور بتفسير أبي حيان. وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. كسلسلة الحديث على الصفوان على المروة الملسى يصير له صوت يصير السلسلة إذا جرت على المروة الصافية يصير لها صوت صوت حسن. هكذا صوت الوحي من الله لجبريل عليه السلام كأنه سلسلة على صفوان. قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى ومن قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من الشرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى آخر الآية. الآية متصلة وهي في الملائكة. قوله قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربنا. هذا دليل على كلام الله أن الله يتكلم في رد على الجهمية الذين يقولون تكلم يعني خلق الكلام. هذا باطل بل تكلم حقيقة سبحانه وتعالى بكلام سمعه جبريل
وتحمله عن الله، بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو سند القرآن عن أمة محمد، عن محمد، عن جبريل عليه السلام. نعم. قوله: قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربنا. أي هذا بيرد على الجهمية اللي يقولون إن الله لا يتكلم، وإنما معناه خلق الكلام في غيره. نعم، خلقه في جبريل، خلقه في اللوح المحفوظ، تعالى الله عما يقولون. فيصفون الله بأنه لا يتكلم، أنه أخرس، والذي لا يتكلم أنقص من الذي يتكلم، هذا في الخلق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم. ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق. نعم، لو كان كلام الله مخلوقا كما تقوله الجهمية لقالوا ماذا خلق ربنا. لماذا قالوا ماذا قال ربنا ولم يقولوا ماذا خلق ربنا؟ هذا فيه رد عليهم وإبطال لقولهم. نعم. ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. ومثله الحديث: ماذا قال ربنا يا جبريل. نعم. وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. نعم. قوله: قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، وذلك هذا هو الجواب. ماذا قال ربنا؟ قالوا الحق، أي قال الله الحق سبحانه وتعالى. هذا فيه نسبة القول إلى الله والكلام إلى الله حقيقة لا مجازا. نعم. قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا. ثم صعقوا يعني أصابهم الغشي، فيخرون مغشيا عليهم من هيبة الله وإجلاله. نعم. وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. نعم، يقول لهم جبريل: قال الحق، وهو العلي الكبير. نعم. قوله: وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. أنواع العلو ثابتة لله كلها: علو القدر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وعلو الذات، فهو فوق عباده سبحانه وفوق مخلوقاته، بائن من خلقه جل وعلا فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، ليس داخلا في الخلق ولا الخلق داخلون فيه سبحانه وتعالى. نعم. قوله: وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه. نعم، يعني بمعانيه الثلاثة: القدر والقهر والذات. نعم. فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله ابن المبارك لما قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: لأنه على عرشه بائن من خلقه. بأنه على عرشه، والعرش هو أعلى المخلوقات، العرش هو أعلى المخلوقات، وفوقه رب العالمين، وهو ليس محتاجا إلى العرش، وإنما هذا من حكمته سبحانه وتعالى أنه خلق العرش، وكان عرشه على الماء، على بحر، على بحر، عرش الله جل وعلا فوق البحر، كان عرشه على الماء، ثم بعد البحر السماوات. نعم. كما قال عبد الله ابن المبارك لما قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال:
بأنه على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه، منفصل، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. نعم. قال بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن، لقول الله تعالى تمسكا من ابن المبارك على هذا القول بالقرآن، دليله القرآن. نعم. تمسكا منه بالقرآن لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، يعني استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والاستواء من صفات الفعل، أما العلو فهو من صفات الذات، العلو من صفات الذات، وأما الاستواء فإنه من صفات الفعل التي يفعلها إذا شاء. ولهذا قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، رتب الاستواء على العرش بعد المخلوقات لأنه فعل، وهو سبحانه يفعل ما يشاء متى شاء. نعم. تمسكا منه بالقرآن لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش الرحمن، في سبع آيات من القرآن كلها استوى على العرش، كلها استوى على العرش، وليس في واحدة منها استولى كما تقوله الجهمي، استولى على العرش، فيفسرون استوى على العرش أي استولى على العرش، يعني الله ما استولى إلا على العرش، استولى على جميع المخلوقات كلها مخلوقة له، فلماذا لا يقول استوى على المخلوقات، يقول استوى على العرش يعني أنه استولى عليه، أو قبل هذا من اللي مستول عليه قبل أن يستولي الله على العرش، من الذي مستول عليه كما يفهم من كلامهم، كل هذا باطل. نعم. في سبعة مواضع من القرآن قوله وهو العلي الكبير، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم تبارك وتعالى، ولهذا دائما يقول المسلم الله أكبر أي أجل وأعظم من كل شيء، الله أكبر يعني أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، هذا تفسير الآية. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. نعم. خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن صوت الوحي السلسلة على الصفوان، يعني على المروة الملسى يصير لها صوت. نعم. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. قوله هذا في تفسير الآية الكريمة. نعم. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. نعم. قوله حتى إذا، قوله إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر،
الذي يوحيه إلى جبرائيل بما أراده كما صرح به في الحديث الآتي. نعم. وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله، فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. نعم، الملائكة إذا سمعوا كلام الله فإنهم يصيبهم الغشي والصعق، يصعقون، فيكون أول من يرفع رأسه منهم جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما شاء، ثم يمر على الملائكة، كل ما مر على ملأ من الملائكة يقولون: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ يقول: قال الحق، وهو العلي الكبير. نعم، فينتهي بالوحي إلى حيث أرسله الله. نعم. قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ: الملائكة لها أجنحة، لها أجنحة عظيمة تطير بها بين السماء والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل له 600 جناح عليه السلام، فالملائكة يختلفون، بعضهم أكثر أجنحة من بعض، وبعضهم أعظم خلقة من بعض. نعم. وضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية: بضم أوله وسكون ثانيه. خضعانا، نعم. وفي رواية: بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مصدر بمعنى خاضعين. نعم. قوله: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، هو الحجر الأملس. نعم. قوله: ينفذهم ذلك، هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة. ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم للملائكة، أي ينفذ ذلك القول الملائكة. نعم. أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. نعم. وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا. نعم. وعند أبي داود وغيره مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل الحديث. نعم. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، تقدم معناه، يعني قوله أزيل عن الفزع. نعم. قوله: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أنه لا يقول إلا الحق. نعم. قوله: فيسمعها مسترق السمع، الشياطين تسترق السمع ويركب بعضهم بعضا في الجو حتى يصلون إلى العنان، يسمعون كلام الملائكة وماذا يقولون، ويخطفون بعض الكلمات، ولكن الله يرسل عليهم الشهب فتحرقهم. فالشهب النجوم هذه خلقها الله رجوما للشياطين، فإذا سمع الكلمة الشيطان سمع الكلمة من الملائكة، إما أن يصيبه الشهاب ويهلك، وإما أنه يصل إلى الأرض فيلقي على الكاهن
الكلمة التي سمعها من السماء. الكاهن يكذب معها 100 كذبة فيصدق بسبب، تصدق 100 كذبة بسبب كلمة واحدة، وهي كلمة الوحي الذي التي استرقها الشيطان من باب الفتنة، من باب الفتنة والابتلاء والامتحان. فكيف يصدق، كيف تصدق 100 كذبة بسبب كلمة واحدة؟ شوف رواج الباطل. نعم. قوله فيستمعها مسترق السمع، قوله فيسمعها مسترق السمع أي يسمع الكلمة التي قضاها الله، وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا، يعني يركب بعضهم بعضا، يعني يرتفع بعضهم على بعض، هم سفيرين، الشياطين سفيرين كفى الله شرهم، حتى يصلوا إلى عنان السماء يسمعون الملائكة. نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، نعم، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. نعم. قوله ومسترق السمع، هكذا وصفه سفيان بكفه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض، وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي. أبو سفيان بن عيينة هذا في مكة، وأما سفيان الثوري هذا في العراق. نعم. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ، فقيه، إمام، حجة، مات 98 و100 وله 91 سنة. قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. قوله وبدد أي فرق بين أصابعه. قوله يعني يصف ركوب الملائكة بعضهم على بعض مثل الأصابع كذا. نعم. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته، ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. نعم. قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو النجم الذي يرمى، أي أي ربما أدرك الشهاب المسترقة، وهذا يدل على أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث، لما روى كان الرمي بالشهب كثيرا قبل البعثة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء، حرست السماء من الشياطين، وأن يقولون أن يعني الشياطين نقول بعضهم لبعض، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نعم. وهذا يدل على أن الرمي بالشهوب كان قبل المبعث، لما روى أحمد وغيره والسياق له في المسند من طريق معمر: أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار، قال فرمي بنجم عظيم فاستنار، قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكان يرمى في الجاهلية؟ قال نعم، ولكن غلظت أو غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش
فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبروا أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السمع فيرمون. فمما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال عبد الله، قال أبي، قال عبد الرزاق: ويخطف الجن ويرمون، ويخطف الجن ويرمون. وفي رواية له: لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. قوله: فيكذب معه 100 كذبة، أي الكاهن أو الساحر، وكذبة بفتح الكاف. والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وأما الساحر هو الذي يعمل السحر. نعم. كذبة بفتح الكاف وسكون الدال المعجمة. قوله: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف: وفيه قبول النفوس للباطل، يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. يقبلون 100 كلبة ويتعلقون بكلمة واحدة. وأما القرآن الكريم فهم يكذبون به من أوله إلى آخره، هذا من العجائب. نعم. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل. نعم، هذه يعني مسألة خطيرة جدا، لبس الحق بالباطل. الباطل ما يؤتى به كله باطل، يحط معه شيء من الحق من أجل يصدق، وهذا من التلبيس، لبس الحق بالباطل لأجل يقبل. أما لو كان الباطل ما معه حق أبدا ما قبل. نعم. وأخطر شيء هو لبس الحق بالباطل، هذا أخطر شيء. نعم. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله. نعم. فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يقول لليهود: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لأنهم يلبسون كثير. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أنه باطل. نعم. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته. بلا شك أن هذا الحديث وأمثاله يدل على علو الله على خلقه، علو بذاته سبحانه فوق مخلوقاته. فالعلو صفة ذات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، لا يزال عاليا على خلقه. وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعلها إذا شاء، ولذا رتبه بثم بعد خلق السماوات والأرض، قال: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذا فعل، نعم، يفعله الله متى شاء. نعم. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل، لا كما تقوله الحلولية إنه في كل مكان، أو الجهمية إنه في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق مخلوقاته مستوى على عرشه. نعم. وأنه تعالى ومع علوه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض، وهو فوق مخلوقاته. نعم. وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة،
نعم، وفيه إثبات الكلام لله وأن الله يتكلم بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة، وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا، وهو وصف الله بالكلام أنه يتكلم، بخلاف المبطلة الجهمية والمعتزلة وغيرهم أنه خلق الكلام، أن الله لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون. فلا، الله جل وعلا قال أفلا يرون عبدة العجل، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الذي لا يتكلم لا يكون ربا ولا يكون إلها، كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدبر وهو لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون. نعم. وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة، وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا، خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. الأشاعرة الجهمية يقولون الله خلق الكلام وإلا هو لا يتكلم، والأشاعرة يقولون هو متكلم بالمعنى القديم في نفسه سبحانه، يسمونه الكلام النفساني، الكلام النفساني، ما هم ينطق به لكنه فيه الكلام النفساني، وتعبر عنه الملائكة وحكاية وعبارة، يقولون اللي في المصاحف هذا، الأشاعرة يقولون كذا، يقولون في المصاحف هذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد عن كلام الله، تعالى الله عما يقولون، فهو حكاية وعبارة عن كلام الله. وأما كلام الله عند الأشاعرة فهو المعنى القائم به سبحانه الذي يعبر عنه، إن عبر عنه بالسريانية فهو التوراة، وإن عبر عنه بالعبرية فهو الإنجيل، وإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، كذا يقولون. نعم. خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. إيه نعم. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يكفي الله تعالى. شو قفت عليه؟ قال المصنف وعن النواس بن سمعان. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للقنوت في النوازل، هل يجوز بالنسبة للقنوت في النوازل، هل يجوز القنوت في الصلوات السرية؟ اي نعم، يجوز في جميع الصلوات، لكن لازم من صدور فتوى، لازم من صدور فتوى من الجهة المختصة، يعممها ولي الأمر على الأئمة يقنتون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر المصنف رحمه الله في مسائل الباب السابق، قال العاشرة لعن المعين في القنوت. يقول ذكر المصنف رحمه الله في مسائل الباب السابق، قال العاشرة لعن المعين في القنوت، يقول هل هذا معناه أنه جائز؟ هذا دليل على اللي يقولون يجوز لعن المعين، هذا من أدلته، مسألة خلافية. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل قوله سبحانه ليس لك من الأمر شيء معناه عدم إقرار له على هذا اللعن؟ على إيه؟ على هذا اللعن، على هذا اللعن، اللعنة. إيه، لأنه لعن ناس أسلموا، الله يعلم أنهم سيسلمون، وقال ليس لك من الأمر شيء، ولهذا قال أو يتوب عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا أراد شخص من أهل الكتاب يهودي أو نصراني أن يسلم، فهل يكفي أن يأتي بالشهادتين أو لا بد من شيء آخر؟
يأتي بالشهادتين ويأتي بالصلاة وبقية أمور الدين، لكن أول شيء ينطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام وأركان الإيمان. نعم، يعلم، يشرح له ذلك ويبين له. وهذه مهمة المراكز الإسلامية ومهمة الجمعيات ومهمة أنهم يعلمون حديثي العهد بالإسلام، يعلمونهم الدين، يفصلون لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أغلب أئمة المساجد في بلدنا يقنتون في كل صلاة فجرا سرا، يقول: فماذا أفعل عندما يقنت هذا الإمام، وهل أصنع مثله؟ تابع الإمام، اتابع الإمام، لأن القنوت دعاء، الدعاء مشروع، وإن كان أنه يحتاج إلى أن تصدر في هذا فتوى، لكن هو تعجل وقنت، أن تتبع الإمام لأنه ما جاء بباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في قوله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، هل معنى ذلك أن الكفار أعجبوا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى أمي، يعرفون أنه أمي ما يقرأ ولا يكتب، ومع هذا يتلو هذا القرآن، فهذا من العجب، من العجب. لولا أنه وحي من الله، تعليم من الله، ما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أتباع ابن عربي الذين يرون وحدة الوجود، هل تجوز الصلاة خلفهم؟ لا، هذول ليسوا مسلمين، اللي يرون وحدة الوجود ليسوا مسلمين. يقولون أكفر أهل الأرض ابن عربي الذي يقول بوحدة الوجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تشبيه الصوت كحجر السلسلة على الصفوان، هل يقال هذا من تشبيه الصوت بالصوت لا المسموع بالمسموع؟ هل هذه كلام صحيح؟ هذا تشبيه للصوت بالصوت، وليس تشبيها لكلام الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: من اعتقد عقيدة الجهمية في مسألة الاستواء وأنه بمعنى الاستيلاء، هل يصلى خلفه؟ هي بالجهمية، هذه الأشاعرة، من استوى على العرش استولى، هذا لا ينصب إمام، عند الاختيار ما ينصب إمام. وأما إذا وجدت قوما يصلون ولهنا غيرهم تروح تصلي معهم جماعة، صل معهم ولا تفوتك الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما يذكره بعض أهل العلم أن من علامات ليلة القدر أنه لا يرمى فيها بنجم، لأن الملائكة تخرصات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. الله أخفاها، أخفى ليلة القدر من أجل أن نجتهد في كل ليالي الشهر تحريا لليلة القدر، فيعظم الأجر عند الله لنا، هذا المقصود والحكمة، أن الله أخفاها من أجل أن نجتهد في كل ليالي الشهر، فنكون أدركنا ليلة القدر وقمنا ليالي رمضان، يحصل لنا الأجران. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الاستواء من صفات الفعل. نعم. وأن العلو من صفات الذات. نعم. ولم أفهم المقصود من ذلك، تفهم إن شاء الله بعدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: سيدخل شهر ربيع الأول بعد أيام بإذن الله، فما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ لأن الصوفية يقول عندنا يقولون إن هذا الاحتفال هو من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته. تعظيمه باتباعه لا بالبدع،
المولد محدث وبدعة، لا نعظم الرسول بالبدع والمحدثات، هذا ليس فيه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الذين يقومون بالرقية يقول في أثناء الرقية يسألون المريض: من الذي دخل جسدك؟ فيتكلم متكلم فيصدق هذا المتكلم. هذا يجب أنه يؤدب، هل يرقي ذا؟ يجب أنه يؤدب ويمنع من الرقية، هذا ما هو بيرقي، هذا مشعوذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منع الشياطين من السمع تماما فلا يرمى بنجم؟ قل هذا، قل هذا، قال وإلا المنع ما منع لكنه قل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من أفريقيا، يقول: إذا انتهى بناء المسجد أو الجامع عندنا فإنه لا يجوز الصلاة في هذا المسجد ولا إلقاء الخطبة حتى يشترى بقرة أو أغنام ثم تذبح وتطعم للمجتمعين، وبدون هذا فإنه يزعم عندنا أن إمام المسجد يموت قبل أجله إذا صلي فيه بدون ذلك. يقول: من الخرافات ومن الباطل، المسجد معمور للصلاة ولا يصلون به لما أنه تعمل البدعة أو الشرك، نسأل الله العافية، هذا كله من الباطل، خلط الحق بالباطل. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: قام واعظ عندنا هناك وكان من موعظته أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها ذبح عليها ناقة وأقام عليها العزاء مدة 3 أيام، وأن هذا جاء عن قتادة. هذا كذب، هذا كذب، ما ذبح ناقة ولا أقام عليها العزاء، حزن عليها صلى الله عليه وسلم وحزن على موت عمه الذي كان يناصره، ماتوا في عام واحد فحزن عليهم صلى الله عليه وسلم، أما أنه ذبح أو ما، هذا كله كلام باطل ومن التلبيسات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يذكر عن بعض، يقول عن بعض العلماء بأن القبور إذا تجاوز عمرها 40 سنة فإنه يجوز بناء المساكن عليها، فهل ذلك صحيح؟ لا، ما هو صحيح. بعضهم قال 100 سنة، إذا مضى عليها 100 سنة يجوز أن يبنى عليها، لكن هذا قول غير صحيح. القبور تترك قبورا لأصحابها، لا يعتدى عليها أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستعانة بالجن في أمر مباح تعد جائزة؟ لا، لا يجوز الاستعاذة بالغائبين، لا من الجن ولا غيرهم، إنما يستعان بالحي الحاضر عندك، الحي الحاضر عندك فيما يقدر عليه، هذه الشروط: أن يكون حيا لا ميتا، أن يكون حاضرا لا غائبا، أن يكون يقدر على إعانتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من مات وظاهره أنه على الشرك الأكبر، هل يحكم بكفره فلا يصلى عليه، أم يقال الله أعلم بما مات عليه فلعله تاب ورجع؟ إذا كان معروف عنه الشرك ومشتهرا عنه الشرك فلا يصلى عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص كان يقيم في بلاد الإسلام لكن حالته الاقتصادية والمادية يقول تدهورت، فذهب إلى بلاد الكفر وتيسرت حالته، فهل يجب عليه الآن أن يرجع إلى بلاد الإسلام؟ ما في شك، ما يقيم في بلاد الكفر إلا بقدر الحاجة والضرورة، ثم يرجع إلى بلاد الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الصلاة
في الحجر المسمى بحجر إسماعيل هل لها مزية خاصة؟ النافلة، النافلة نعم، لأنها في داخل الكعبة، لأن الحجر من الكعبة محتطم، ولذلك يسمى بالحطيم لأنه محتطم من الكعبة، فإذا صليت به فكأنك صليت في داخل الكعبة. النافلة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة نافلة، وأما الفريضة لا، ما صلى في داخل الكعبة ولا في الحجر. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل تسمية هذا الحجر بحجر إسماعيل تسمية صحيحة؟ لا أعرف لها أصلا، لا أعرف لها أصلا. نعم. فضيلة الشيخ، نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا مساجد كثيرة في الغرب ولله الحمد، لكن معظمها على البدع، هل يجوز لطلبة العلم الذين درسوا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية أن يذهبوا إلى هذه المساجد التي فيها بدع، يذهبوا ويدعوهم إلى الحق ويلقوا دروس هناك؟ يجب عليهم هذا، يجب عليهم أنهم يذهبون إليها ويعلمون الناس ويدرسونهم، هذا واجب عليهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذه مهمتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الحلف بقول وحياة الله أو بحياة الله؟ نعم، صفات الله، حياته من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز اختصار جملة صلى الله عليه وسلم بحرف الصاد؟ لا، ما تكفي الصاد، بعضهم إلى حط صاد يقول هذا اسم الرسول، اسم صاد، قال النبي صاد، يقولون هذا اسم الرسول صاد، مش يدريهم جهال. نعم، فيقال صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند إقامة العزاء الجماعي هل يجوز قراءة سورة ياسين في هذا العزاء؟ ما يجوز إقامة العزاء، من قال عزاء؟ ما يجوز، ولا يجوز الاجتماع للعزاء، كل هذا من البدع، ولا ضرب أيام معدودة للعزاء. العزاء تعزي في المقبرة، تعزي في المسجد، تعزي أي مكان وجدت المصاب فيه تعزيه. نعم، في الجوال، في التلفون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول رجل من أهل الطائف ووصل إلى الرياض وسيمكث فيها لمدة أسبوعين، فهل يجوز له القصر والجمع؟ لا، ما دام ناوي الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له القصر ولا الجمع، أصبح مقيما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت من بعض طلبة العلم أن وقت النهي في الفجر يبدأ من بعد الأذان، من بعد أذان الفجر وليس من بعد صلاة الفجر. يبدأ من طلوع الفجر، وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، فلا نافلة إلا راتبة الفجر فقط، ما يصلى نافلة بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر قبلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم تعليق بعض الآيات في المجالس من أجل الزينة؟ لا، ما يتخذ القرآن معلقات على الجدران من أجل الزينة أو من أجل طرد الشياطين، ويجعل حروز للبيت أو للمسكن حروز، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا ولي الأمر يمنع من ختان البنت، فهل يجب علي طاعة ذلك أم لي أن أقوم بهذا بالنسبة لابنتي؟ طاعة في المعروف ليست في المعصية، ومنع الختان هذا معصية لا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان على ثياب الرجل نجاسة وصلى بدون علمه فهل يعيد الصلاة؟ لكن الختان اللي يفعله غالبهم ختان منكر، يسلخون الجلد كله حوالي الذكر، منابت الشعر كله يسلخونه، يقولون هذا للختان، ما يجوز، حرام. ختان قطع القلفة التي تغطي الحشفة تقطع، وما عداها لا يجوز الزيادة على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان على ثياب الرجل نجاسة، هذا بالنسبة للرجل قطع القلفة التي على الحشرة، بالنسبة للبنت قطع جلدة صغيرة من أجل أن تخف شهوتها، لأنها لو تركت تشتد شهوتها ويخشى عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان على ثياب الرجل نجاسة وصلى وهو لا يعلم بها أو نسيها فهل يعيد الصلاة؟ لا، إذا كان نسيها أو لم يعلم بها حتى كملت الصلاة صلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذهبت إلى مكة واعتمرت عن نفسي، ثم خرجت إلى مسجد عائشة رضي الله عنها لأعتمر عن أمي، لكن نسيت عند الإحرام أن أذكر اسمها، فما حكم عمرتي عنها؟ يا أخي، ليس لعائشة مسجد، إنما الرسول أرسلها لتحرم منها بالعمرة، لأنها أقرب الحدود الحرم، لأن التنعيم أقرب حدود الحرم، أو أرسلها لتحرم منه بالعمرة، لأن العمرة لا يحرم بها من داخل مكة ولا من داخل الحرم، هذا، وليس لها مسجد، إنما هو ميقات للعمرة لمن كان في داخل مكة وأراد العمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم فعل بعض العبادات لأجل منفعة دنيوية، كأن يتصدق مثلا لأجل الشفاء؟ إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالذي يريد الدنيا بعمل الآخرة تنطبق عليه هذه الآية: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ نسأل الله العافية، هذا حديث من الشيطان، لا، ما هو من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز تعلم السحر، تعلم السحر كفر، تعليمه كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون، فهو من تعليم الشياطين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الأذكار المحددة بعدد، هل الأذكار المحددة بعدد كالتسبيح بعد الصلاة 33 مثلا، هل يجب الالتزام بهذا العدد أو يمكن الزيادة على ذلك؟ نعم، إذا تريد الأجر لا تنقص، وأما الزيادة زد ما تريد، ما تشاء، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الرجل إذا أنقذ امرأة من الغرق تصبح أختا له فلا يجوز له أن ينكحها ويكون محرما لها؟ هذا فتوى العوام، هذا مزينين العوام، لا، ما يصبح محرما لها، ما يصبح محرما لها إلا بأسباب المحرمية الشرعية، من نسب
أو رضاع أو نكاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: يوجد لدينا خادمة نصرانية، فهل صحيح أنه يجب علينا التحجب منها؟ يعني ما تسألون إلا عن التحجب، ولا بقاها في بيتكم وهي كافرة وبين نسائكم هذا ما تسألون عنه؟ وهناك من خديمات مسلمات تتركونها، جيبهم خديمة مسلمة، خلوا مصلحتكم بيد أختكم المسلمة، وتأمنون أيضا تأمنونها على بناتكم وعلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لو طلب مني نصراني يعرف العربية، لو طلب مني مصحفا ليقرأه، لا تقرأ عليه أنت ولا تعطيها المصحف إلا إذا أسلم، ما يعطى المصحف لكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم ترجمة خطبة الجمعة بغير العربية؟ لحاجة لا بأس، إذا كان فيه ناس ما يفهمون العربية ترجمة لهم في لغتهم لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، لكن ما تلقيها بلغتهم، تلقيها بالعربية، ثم بعدما تفرغ تترجمها لهم بلغتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ فهل صحيح أن معنى مثل هنا أن الذكر كالأنثى تماما في العطية؟ قاله بعض العلماء بناء على ظاهر الحديث، ولكن الجمهور على أنه يعطي الأنثى نصف الذكر اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم. هل المحرم هنا هو الإسبال المقصود به الخيلاء فقط؟ لا، المحرم الإسبال، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ولم يقل خيلاء، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، لكن إذا كان معه خيلاء فالنار تزيد عليه والعذاب يزيد عليه والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نرد على من يجيزون الاحتفال بعيد الميلاد الشخصي بحجة أنه عادة وليس عبادة؟ لا، ما هو ينسب إلى تعظيم الرسول وقال هذا حق الرسول علينا، وتقول هذه عادة؟ ما هي بعادة، هذه عبادة لا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل طبخ الطعام للوالدين غير المسلمين من الولاء المحرم؟ نعم. سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل طبخ الطعام للوالدين غير المسلمين؟ اخدم الوالدين ولو كان كافرا، اخدمهم وبر بهم، صاحبهما في الدنيا معروفة، تبع سبيل من أناب إلي، لهم حق البر ولو كان كافرين، حق البر عليك والإحسان إليهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تقسيم بعض العلماء البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة قبيحة، هذا كلام باطل، البدعة كلها قبيحة ليس فيها شيء حسن.